يا كابتن، كنت بقول لحضرتك ان انت ماتش النهارده طبعا الراجل رجع تاني للتشكيل الاساسي بعد مباراه او بروكسي كمان بداها بمباراه الكاس. لو حابب تتكلم على ماتش الكاس وبطوله الكاس بشكل عام بالنسبه لنا ايه، لان انت خلاص دخلت في بطوله جديده وعرفت تكسب بروكسي، فالراجل واضح ان هو رجع تاني للتشكيل الاساسي او اللعيبه الخبرات. كان قبليها جرب اكتر من عنصر في قطاع الناشئين الحقيقه، وانا شايف ان ده مكسب كبير جدا ان نشوف اللعيبه دي دايما. يا كابتن، اللعيبه الصغيره ما بقاش عندها فرصه كبيره انها تتشاف، فالفرصة اللي الراجل اداها لهم بالتنسيق طبعا مع مجلس الإدارة ويمكن الوقت ساعدوا في ده، حتى لو كان الجمهور ممكن يعني يبقى متضايق شوية من بعض النتائج، لكن في الآخر أنت بتفكر لصالح العام وبتفكر للمستقبل. كويس، هي بس كان الكومنت على إشراك بعض اللعيبة في مباراة مثلا زي بلدية المحلة مثلا. أشركنا حوالي أنا مش ضد إشراك الناشئين، لكن مع بعض وأول مرة يلعبوا دي بظلمه. انا ما بشركه بظلمه، لان كلهم مع بعض مش هيبقى في مفيش تجانس، مفيش خبرات في الملعب انها توقف. وكلنا لعبنا واحنا صغيرين ابو العيله، وكان في لعيبه كبيره في الملعب بتشيلنا لغايه ما بنقف على رجلنا وبنستمر. لكن الدفع بالناشئين حاجه جميله جدا، وبيدينا نتائج بعد كده جميله جدا، ومنها طلع فتوح، وكلنا طلعنا كده، وكلنا طلعنا كده. واحد زي حسن ابو المعطي يبشر جدا بالخير على فكره، الولد الباك ليفت ده جميل. محمد السيد في نص الملعب، احمد مجدي، عمر ياسر، احمد مجدي، حازم اسامه، يعني كلهم عناصر كويسه جدا. اما يبقى في خبرات جنبهم زي عبد الله السعيد، زي دونجا، زي نصر ماهر، الخبرات دي كمان هتعليهم هم في الملعب. فاعتقد ان برضو مستر جوميز ان هو يرجع تاني للتشكيله الاساسيه، لان ناس الزمالك مهم جدا يا ابو العيله، وراك جمهور كبير جدا ومستني نتائج، وراك ان انت عايز تحقق مركز ثالث، فلازم ان انت تحط اعتبارات كتيره جدا وانت بتشتغل في المباريات دي، والروتيشن اللي انت بتعمله، ان الثلاث نقاط مهمه جدا في ماتش الداخليه النهارده، مهمه جدا الثلاث نقاط بصرف النظر عن الأداء.